بكم اصدقائي في حلقه جديده مع مجدي خليل النهارده هنتكلم عن كلام صريح حول سد النهضه اكثر المسائل في مصر سخونه هذه الايام هي سد النهضه هو طبعا يستحق ذلك بجدارة ينقسم المصريون حولها الى فئتين تقريبا او الفئتين الكبار الى مطبلين يرددون ما تقوله الاجهزه الامنيه عبر الاعلام الموجه بنسبه 100%، الاعلام موجه بنسبه 100%، ومجموعه تانية هي المعارضين، المعارضين دول هم كل ما يعارض النظام السياسي ويستغل مساله سد النهضه لمزيد من المعارضه للنظام السياسي او تقريبا لاسقاط النظام السياسي. يعني مثلا دعوتهم للحرب دي هي لتوريط النظام في في حرب خطيرة وأبعادها خطيرة وتداعياتها خطيرة دعوتهم الإسقاط من إعلان المبادئ وهو إعلان إطاري هي لن تفيد شيء في هذا الوضع ولكنها أيضا هي نكاية في النظام وتحميل هذا الإعلان المسألة, المسألة المس موضوع سد النهضة المسألة أكبر بكثير من الإعلان والإعلان أصلا اتعمل سنة 2015 كانت المسائل قد تجاوزت أي شيء تاني وهو إعلان إطاري من اجل ضبط الامور لبعد كده انها تتعمل التزامات فما ولو اتلغى الاعلان ده لا قيمه لالغائه سواء في بناء السد اتلغى او ما اتلغاش وهي كما يدعون ان الشرعيه جايه من الاعلان هذا غير صحيح، خلينا بقى نتكلم هناك بين الفئتين دول، فئة المعارضين وفئة كبيرة وفئة المطبلين وفئة كبيرة أيضا، هناك فئة صغيرة مستقلة بين هؤلاء وهؤلاء تفكر في مصالح مصر بواقعية وليست بأماني وخيال مستهلك أو نكاية في النظام. أنا أنتمي لهذه القلة القليلة جدا التي تفكر في مصالح الدولة المصرية ومصر كدولة تاريخية عظيمة بواقعية وليس بواقع بندرس الواقع أنا مع مصر 100% في في حق في المياه والحياة هذه مسألة مبدئية بالعكس أنا أتمنى أن مصر تحصل على مئة مليار متر مكعب من المياه مش خمسة ونص أتمنى لأن مصر في لديها احتياجات فعلا سكانيا وتنمويا لهذا الموضوع أتمنى ولكن لا أفكر بالتمني ولكن افكر وفقا للواقع واستشراف المستقبل. من هذا الموقع موقع التفكير الواقعي المستقل ساحاول التحليل للواقع كما هو وحتى نعرف الصوره ساتكلم وفقا لمنطق العالم وليس لمنطق الاماني. طبعا لا المعارضين هيرضيهم الكلام ده ولا المطبلين هيرضيهم الكلام ده بالتاكيد قله قليله جدا من اللي عندهم الوعي المستقل بالمسألة ممكن يوافقوني على هذا لكن على الأقل أنا سأقول ما أقوله بموضوعية وبحقائق وأقوله بموضوعية وبحقائق من يوافق يوافق من يعترض يعترض نبدأ أول مسألة هي المأزق المصري أو المأزق المصري المأزق المصري يتمثل فيه يتمثل أن مصر دي تاني, تاني أكثر دولة في العالم جفافا يعني تاني أكثر دولة في العالم جفافا بعد الكويت هي مصر الحاجة التانية ان مصر منذ عهد الفراعنة مصر هي النيل والنيل هو مصر مصر هي النيل والنيل هو مصر ومصر بدون النيل تتحول الى دولة صحراوية بنسبة 100% مصر تصنف حاليا ضمن دول الفقر المائي ومستقبلا ضمن الدول الفقر المائي الشديد مصر تستورد اغلب اغلب الاغذيه الضروريه لاساسيات الشعب ويتزايد هذا الاستيراد باستمرار سنه بعد سنه وهي اكبر دوله مستورده للقمح في العالم مصر مصر ايضا من المازق المصري تريد ان تقف عجله الزمان في الى الوراء 1902 1929 وهنوضح الموضوع ده حينما كانت دول حوض النيل اقل الدول حوض النيل سنه 1900 كانت اقل من 30 مليون اثيوبيا سنه 1900 كانت لما وقعت 1902 كانت 4 مليون نسمه، مصر كانت 8 مليون نسمه، الوضع تغير دلوقتي، اثيوبيا 115 مليون نسمه، مصر حوالي 100 مليون نسمه، دول حوض النيل حاليا حاليا اللي كانوا اقل من 30 مليون نسمه سنه 1900 حاليا دول حوض النيل 10 437 مليون نسمه، سيصبحوا كام سنه 2050 874 مليون نسمه، منهم 6 دول من افقر دول العالم مصنفه حاليا. من 30 مليون الى سنه الى 437 مليون حاليا الى 874 مليون في سنه 2050 هذا هو التغير الحقيقي الذي لم تدركه الناس اللي بتتمسك مصر تحديدا اللي بتتمسك ب طبعا يعني ده يقودنا الى ان الحقوق التاريخيه هي مبدا في القانون الدولي ولكنها ليست مبدا مطلقا، الحقوق التاريخيه ليست مبدا مطلقا ويفسر حسب كل حاله وتطورها ولكن الشيء اللي اتفق مع مصر فيه هناك خوف مصري على المدى الطويل من خلق واقع تتحرر فيه دول حوض النيل من اي التزامات تجاه مصر ده المشكلة الاساسية ان مصر لديها الحق تماما ان متخوفة من تيجي وقت ان دول حوض النيل تتحرر تماما من الالتزامات التاريخيه مش مش تضبط الحقوق التاريخيه وفقا يتعمل لها ادجستمنت يعني يتعمل لها صم بعض التعديل ولكن الخوف ان تتحرر هذه الدول من تماما من اي التزامات تجاه مصر ده ممكن ان نجسد مازق مصر في حياتين في جملتين اثيوبيا تقول سد النهضه سيغير حياتنا تماما للافضل مصر سد النهضه تهديد وجودي لحياتنا هم دول المازق ما بين هذه الطرفين الحدين لكن يمكن التعامل مع هذا المأزق ويمكن الوصول إلى حلول توافقية يمكن نعم يمكن وأنا متفائل أنه, إنه هيحصل أساسا طيب نيجي بقى لنناقش لنا... المسائل كل ناقشنا المسائل المأزق المصري نناقش مسألة مجلس الأمن مجلس الأمن لأن دي كانت جلسة هامة ودي تاني, تاني جلسة لمجلس الأمن حول صد النهضة خلال سنتين مجلس الامن في 8 يوليو 2021 ايه الهدف الرئيسي مصر رايحه ليه عشان الناس بتتكلم مش بس هدف تدويل قضيه سد النهضه تدويل قضيه سد النهضه والهدف الثاني الاهم بقى هو الحصول على شرعيه من مجلس الامن لاجراء عسكري اذا احتاجت الى ذلك او اذا اضطرت الى ذلك عشان كده وزير الخارجيه قال اذا تعرضت حقوق مصر المائيه هم عاوزين ياخدوا اجراء حق شرعيه اجراء عسكري وفقا لمبدا الدفاع عن النفس لميثاق الامم المتحده. ميثاق الامم المتحده بينص على حق الدفاع عن النفس. طيب، قال ايه آه سامح شكري؟ اذا تعرضت حقوق مصر المائيه وبقائها للتهديد فلن يبقى امامها خيار سوى حمايه حقها في الحياه، وهو حق تكفله القوانين الدول وعاداتها والضرورات الطبيعيه. طب هذه الحصول على شرعيه وده الاساس يعني مصر بتختبر مجلس الامن ايه حدوده في المسائل دي؟ طيب في مقابل الحصول على الشرعيه للحرب مجلس الامن جاوب ازاي؟ هنشوف مجلس الامن جاوب، اول حاجه تحذير واضح من الاعتداء على اثيوبيا على سد النهضه، كان هناك تحذير واضح من الحرب. او مجرد التلويح بالحرب والتهديد بها كما قال مندوب روسيا. الحاجه الثانيه اللي اقرها مجلس الامن بوضوح لا يوجد لمصر طريق سوى التفاوض ومن خلال الاتحاد الافريقي ووفقا لاعلان المبادئ الموقع سنه 2015. مندوبه امريكا مثلا اشارت الى اعلان المبادئ ولم تشير الى الاتفاق الذي لم توقع عليه اثيوبيا سنه 2020 تحت رعايه ترامب، ما أشارتش اليه تماما، يبقى اشارت الى اعلان المبادئ فقط. ومجلس الامن قال ان 90% من من المسائل في مأساة النهضه اتحلت بيقولوا الطرفين ان اتحلت وان البقيه هي 10% فقط وهي مسائل فنيه، والمسائل الفنيه ليست من اختصاص مجلس الامن. ممثل افريقيا ممثلي افريقيا في الدولتين اللي كانوا كانوا واضحين جدا ان المرجعيه الاساسيه هي الاتحاد الافريقي وان وفقت لاتفاقيه عن تيبي اتفاقيه عن تيبي اللي هي بتلغي نظام الحصص اللي موق... مقرر في سنه 1902 و1929 الصين بقى عملت خطوة أخطر ورفضت تصنيف نهر النيل كنهر دولي ولكنه عبر الحدود عبر الحدود يعني كأنه نهر أسيوبي عارض الحدود لا طبعا نهر النيل نهر دولي نهر دولي ويخضع للانهار المتشاطئه في القانون الدولي، هذا هذا تجني من طرف الصين. في كلمه في كلمه واحده فشلت مساله تدويل سد النهضه عبر مجلس الامن وعبر الاتحاد الاوروبي، سافر بعد موقف روسيا سافر سامح شكري الى الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي رفض مناقشه هذه المساله ضمن اطار الاتحاد الاوروبي. او عبر الدول الدائمه العضويه، يعني فشل عبر مجلس الامن. او عبر الاتحاد الاوروبي اللي هو النادي الغربي او بما فيها الناتو طبعا او عبر الدول الخمسه العضويه دائمه العضويه في مجلس الامن والدول الكبرى في العالم هنا يبقى مازق تدويل التدويل وفقا للرؤيه المصريه فشل هيقودنا هذا الى الحقوق التاريخيه لان نقطه مهمه الحقوق التاريخيه والحقوق التاريخيه اللي هي بالتحديد اتفاقيات 1902 1929 1959 1959 بين مصر والسودان لكن خلينا 1902 و 1929 لان هي اللي فيها ال... اللي هي عاوزه مصر انها تمتد نعم كما قلت هناك حقوق تاريخيه ولكنها ليست مطلقه وليس معناها القبول بالاتفاقيات التاريخيه الحقوق التاريخيه ليست معناها القبول بكل الاتفاقيات التاريخيه اتفاقات 1902 و 1929 وقعت اثناء الاستعمار البريطاني اول حاجه وهي غير ملزمه امام القانون الدولي امام القانون الدولي هي اتفاقيات وقع الاستعمار وغير ملزمه امام القانون الدولي حاليا والعالم في الغرب والعالم والغا... كله ينفر من الاتفاقيات التي تمت تحت الاستعمار مش مش مش, مش حاجه بيحبوها او ان الدنيا كلها شرقا وغربا بتنفر من هذه الاتفاقيات اللي وقعت تحت الاستعمار طيب الحاجه الثانيه الناس مش عارفها ان هذه الاتفاقيه وقعت بين السودان بريطانيا ممثله عن السودان مش عن مصر وبين اثيوبيا طيب دلوقتي السودان اولا مصر ما كانتش يعني كان السودان هي بالنيابه عن السودان وقعت السودان اكتر من سودان مش ما بقاش في سودان واحد دلوقتي في سودان وجنوب سودان ومين السودان من السودان وما كانتش مصر جزء من هذا الموضوع وقعتها بريطانيا وليس وليست مصر وليست حكومه مصر ولكن بريطانيا كحكومه انتداب كمان ترى دول حوض النيل تقريبا مجتمعة باستثناء مصر والسودان أن هذه الاتفاقيات الاستعمارية لم تكن عادلة على الإطلاق حيث حرمتهم كلية من مياه النيل ومن ثم من التنمية المستقبلية ده, ده, ده رأي دول حوض النيل وده اللي عبروا عنه في اتفاقية عن تيبي سنة 2010 اللي ما وقعتهاش مصر والسودان يرون أن المياه تساوي حياة لدى المصريين والتنمية تساوي حياة للأفارقة حيث تصنف ست دول أفريقية من دول حوض النيل من أفقر دول العالم طيب مصر نفسها أساسا لم توقع على القانون الدولي لتنظيم الموارد المائية الصدر عن الأمم المتحدة سنة 1997 ولا وقعت عليه أثيوبيا ولا وقعت عليه السودان ولا على اتفاقية هلسنكي للموارد الدولية للمياه 1992 يعني هي تحتكم الى امور لم توقع عليها اساسا يعني مصر ولهذا لم يجد مجلس الامن سوى اعلان المبادئ كمرجعيه اطاريه للتفاوض مجلس الامن عشان كده قال لهم المرجعيه الاطاريه هو مش قانون ولا اتفاقيه هي اه اه اتفاقيه اطاريه <applause> اتفاقيه عن تيبي التي توقعتها جميع دول حوض النيل ما عدا مصر 2010 الغت الاتفاقيات التاريخيه الغت هذه الاتفاقيات التاريخيه وكذلك نظام الحصص بل واضافت حاجه اخطر نصت الـ 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 هذه الاتفاقيه التي توقعتها دول حوض النيل باستثناء مصر على ان السياده المطلقه لكل دوله على مستنقعاتها المائيه وفواقدها المائيه وبالتالي ليس لمصر حقوق في 936 مليار متر مكعب اللي بتنزل على اثيوبيا الا بالتراضي والتوافق والتنميه المشتركه والتنميه المشتركه وده اللي هوضحه واللي انا عملت حلقتين قبل كده على مدى سنتين ما مش بعمل كل اسبوع حلقه على سد النهضه ولا كل شهر عملت حلقه من سنتين وحلقه من سنه ونص تقريبا والحلقتين وضحت وضحت حاجات كتيره تاريخيا ووضحت كمان الحلول واعتقد ان الحلول اللي وضحها لو لو اتبعتها مصر كانت اتحلت المساله دلوقتي وهي الحلول اللي مطروحه من خمسين سنه وهقول ان هي الحلول المطروحه من خمسين سنه فبالتالي يعني هذا هو الواقع هنيجي بقى هيقودنا هذا الموضوع لفكره الحرب والتهديد بالحرب الحرب والتهديد طبعا بدات الاعلام المصري هو اعلام موجه وحتى المحللين اللي بيطلعوا موجهين من الدوله المصريه ومن ده المصريه ترفع تون الحرب تقلله سنتفاوض سنحارب هم هم بمجرد يعني بيعكسوا اللي بيتقال لهم اللي بيتقال لهم فعشان كده طلع كذا واحد وقال ان احنا طبعا بعد ما الرئيس السيسي طلع لا يمكن لاحد ان ياخذ قطره ماء من مصر ومن يريد ان يجرب فليفعل ذلك يعني هو المشكله مش مش بقى مش المساله سد وسنوات الملء ولا ولا طريقة التشغيل المشكلة في في الحصة هنا واضح إن الحصة ودي هي مشكلة لا يمكن مش فيش حد في دولة في العالم تقبل منطق مصر فيها ولا دولة في العالم علينا أن نكون واقعيين لا توجد دولة في العالم دولة في العالم تقبل المنطق المصري فيما يتعلق ببقاء الحصص التاريخية أنا أتمنى أن تبقى الحصة التاريخية بل وتزيد ولهذا أنا من وجهة نظري أن كما قلت قبل كده أن التنمية المشتركة والتعاون هو الحل اللي يخلي الآثار عند الحد الأدنى في آثار لازم تحصل كل الدنيا كانت متوقعة كده في آثار لازم تحصل ولكن أنا بقول أن, إن إحنا لو كثفنا المجهود التفاوض والتعاون المشترك مع دول حدود النيل سنصل بالآثار إلى الحد الأدنى وكلمة المياه خط أحمر وطبعا نتفق أن المياه خط أحمر بالنسبة لمصر طبعا سفير وزير خارجيه المصري نبيل فهمي على مصر ان تستخدم قوة الخشنه يبقى معنى كده ان عاوزه تحارب مت متقارئ متصل بالاجهزه كتير هو رئيس الحرس الجمهوري السابق اللواء محمود خلفي يعني قال ان ما معناه ان مصر تست ما معناه ان مصر تستعد للحرب وان كل شيء جاهز لساعه الصفر يعني بل ان واحد ظابط اسمه سمير راغب ده بيطلعوه طول الوقت بطريقه متشنجه يطلع في في الفضائيات يقول ان لو 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 اكتمل السد وفقا للرؤيه الاثريه الاثيوبيه لن تكون هناك دوله اصلا اسمها اثيوبيا، يعني شوفوا شوفوا المنطق وشوفوا مين يقبل هذا المنطق عشان تعرف حتى المحللين بيطلعوهم هذه اللغه العدوانيه الشديده العدوانيه بتقلل حق مصر مش بتزوده بالعكس بتضعف وق... موقف مصر مش بت... بت... بتقويه انه سنمسح يمسع اثيوبيا ولا يطلع واحد زي عبد الحليم انديل صحفي مصري يقول لك الحرب محتومه وكذلك بقاء اثيوبيا وكذلك بقاء وطبعا معتز عبد الفتاح هم هم عندهم ناس بيسربوا لهم من الاجهزه الامنيه يقولوا لهم تقولوا ايه وده هذا رفع تون الحرب لهذا الموضوع بهذا الشكل ممكن يكون له لكن يكون منضبط في اطار منضبط اما هنمحى اثيوبيا هنشيلها من على الوجود هنش... كلام اولا هو طبعا كلام فارغ لا يستحيل تحقيقه ولكن كمان ايضا بي... بيصعب مساله التفاوض وبيصعب التعاون مستقبلا هنا بقى يجي الى انا حطيت اكثر من 15 سبب ان الحرب ده خيار كارثي لمصر الحرب هي خيار كارثي الا في حاله واحده بس ان فعلا حصه الميه في مصر قلت بشكل كبير جدا جدا يم يعني هنا بقى الحرب ضروره حياه اللي بيقولوا دلوقتي الحرب ضروره حياه مش انا متوقع شخصيا ان ال 55 مليار متر مكعب من الميه اللي بتيجي لمصر هتيجي في السنوات اللي جايه في السنوات اللي جايه يمكن السنوات العشر اللي جايه هتيجي هذا الموضوع او هيقل حاجه بسيطه في اثناء المال ولكن على المستقبل الطويل وده مهم بالنسبه للمصريين يفكروا 100 سنه و200 سنه و300 سنه لابد ان يحصل هناك تنازلات اما ان تدخل حرب من غير ضرورات لذلك فهو الخطر الجسيم وانا بقول لكم ليه ان الحرب خيار خطير جدا انا بسمي ان الحرب مع اثيوبيا هي خيار شمشون بالنسبه لمصر يعني علي وعلى اعدائي اذا وصلت مصر الى ان المجاعة المائية الكاملة هذا يكون خيارا عادلا لمصر ان تحارب ولكن هذه اللحظة غير عادل هذا الخيار ومدمر بالنسبة لمصر خيار شمشون عملته اسرائيل اذا فناء اسرائيل هو خيار شمشون نفني الجميع مصر ايضا خيار شمشون بالنسبة لها هو ان المية تقل لدرجة ان يعطش المصريين وتبقى مشكلة كبيرة جدا حادة في مصر فيما يتعلق بالماء هنا يبقى خيار شمشون بخلاف ذلك فان الحرب شيء كارثي ليه الحرب شيء كارثي اقول لكم اسباب كتيرة ليه الحرب شيء كارثي اول حاجة خلق متاعب لا حصر لها بالنسبة لمياه النيل مستقبلا بالنسبة لمياه النيل مستقبلا تبقى متاعب لا حصر لها بالنسبة لمصر فيما من ثانيا اعاده بناء السد فورا لو ضربوا مصر السد هتعاد بل وقد تكون بحراسه قوات من الكابات الزرقاء بتاعه الأمم, آه، الامم المتحده يعني بناء السد قد يصعد مجلس الامن ضد مصر ويبعت قوات تحرس بناء السد ما هيتبنى على طول لو لو ده لو تهد. تمام إذا إذا هما هيفكروا في ضرب السد العالي، دلوقتي سمعت أراء مصريين السد العالي محصن مش عارف إيه وأثيوبيا قواتها ضعيفة، نعم التسليح الأثيوبي ضعيف، نعم أثيوبيا عسكريًا أضعف من مصر بكثير جدًا، ولكن كم دولة شريرة ممكن تدي كم صاروخ لأثيوبيا؟ كم دولة شريرة تكره مصر ممكن تديها كم صاروخ لأثيوبيا يدمروا السد العالي؟ هيبقى من حقهم تدمير السد العالي، إذا إذا دمر السد العالي بقى هو الخراب الحقيقي لمصر، هو ال 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 الدمار الحقيقي لمصر، فهو ممكن يعملوه؟ ليه ليه لا؟ فكرة احتمال استبعاد تدمير السد العالي اذا دمرت مصر سد النهضة لابد ان تستبعد هذه الفكرة هذه قائمة فكرة تدمير السد العالي قائمة اذا دمروا سد النهضة. طبعا اذا دمروا سد النهضة ستحصل مصر وتعزل دوليا ده مؤكد. بعد تحذير مجلس الأمن من الحرب ستكون مسألة اعتداء على القانون الدولي وعلى السلم وليس دفاعا عن النفس هتكون الحرب اعتداء على القانون الدولي وعلى السلم وعلى دولة مسالمة عضو في الأمم المتحدة وليس دفاعا عن النفس لأن أنهى مجلس الأمن فكرة إن الدفاع عن النفس كمان ستعتبر دول حوض النيل ان ده الاعتداء اعتداء عليها جميعا وعلى الاتحاد الافريقي هياخد موقف وبالتالي مش مش هتبقى اعتداء على اثيوبيا هتبقى اعتداء على دول حوض النيل اعتداء على الاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي هياخد موقف الاتحاد الافريقي حاجة مش قليلة طبعا 55 دولة ودول قوية من ناحية أنها مع بعضها قوية عندها أليات للتدخل غير جامعة الدول العربية اللي هي جامعة ميتة لا قيمة لها وليست لديها أي, أليات للتدخل لا الاتحاد الأفريقي أقوى بكتير كمان هتتوقف التنمية أنا يعني إذا كانت مصر بتعمل تنمية حاليا الحرب معناها مش بس هتشفط كل التنمية ده هتبقى ديون رهيبة ومصر مكبلة بديون رهيبة ستكبل أضعاف ذلك إذا إذا قامت حرب ستدفع مصر تعويضات بالمليارات حتى لو ضربت السد بس لو ضربت السد بس ستدفع مليارات لإعادة بناء مش بس إعادة بناء السد هيحسبوا الكهرباء ويحسبوا الجهود ويحسبوا هيحسبوا حاجات كتير قوي اذا ضربت مصر السد او اي حرب مع اثيوبيا يجعل اتفاق مع اثيوبيا مستقبلا شبه مستحيل اثيوبيا هي اللي طلع الميه منها دي دوله ما تتعداش دي دوله ناخذ حقوقنا منها بالتفاوض وبالتعاون المشترك وبالود وليس على مدى قرون طويله خدت مصر حقوقها من اثيوبيا مش بالحرب واصلا اصلا قد تفشل تجربه ضرب سد النهضه ممكن تضرب ضربه صغيره تتعامل بسرعه وممكن تفشل احتمال نجاحها احتمال ضعيف جدا. من الصعب جدا موافقه السودان على استخدام اراضيها لاعتداء لان يكون عدوان سوداني على اثيوبيا وهتورط السودان نفسها في حرب مع جاره كبيره. سيحفز أسيو... اذا ضربت مصر سد النهر سيحفز دول حوض النيل الى بناء العديد من السدود مش اثيوبيا بس دول حوض النيل كلهم هتبني سدود مش مش سد واحد في حاله حرب شامله او عدوان كبير على اثيوبيا ستكون كارثه حقيقيه لان السد... اليمن اللي شايفينها كارثه دي واللي تورطت فيها مصر وغرقت فيها وخربت مصر وكانت سبب في هزيمه 67 ده عباره عن نزهه نزهه بالنسبه لاثيوبيا اثيوبيا حاله جبليه غير عاديه تضاريس صعبه جدا جدا شعب 115 مليون وصعب جدا هزيمتها صعب جدا هزيمتها وقبل كده فشلت الحرب عليها في القرن عشر مصر فشلت قبل كده يعني وقبل كل ذلك هل مصر يمكن ممكن ان تضرب سد النهضه دون استئذان من الولايات المتحده لا يمكن الولايات المتحده الامريكيه توافق على سد النهضه بالذات في عهد بايدن والكلام اللي قاله ترامب ما كانش هيدافع عنه لو ترامب ترامب اللي كان عاوز يورط مصر في, في ضرب السد هو نفسه مش كان ما كانش هيدافع عن مصر العالم كان هيجي وكان ترامب هيأرضخ لإرادة العالم وما كانش يقدر يعمل حاجة وبالتالي ما ننتظرش ما, ما, ما طبعا بايدن اللي هو أصلا الافريكان امريكانز ولازم يميل لكده والاثيوبيا والعنصر الافريقي وعشرات الامور في ذهن في ذهن بايدن تجعله مستحيل ان يوافق على ان تضرب مصر سد النهضه او تحارب اثيوبيا وبالتالي تبقى الحرب كما قلت هي خيار شمشون انا قلت استعرضت يعني حوالي 15 سبب ان الحرب كارثيه ان لم تكن هي الملجا الاخير جدا الحرب كارثيه ده ده حقيقه ده يقودنا الى مجموعه من الملاحظات الرئيسيه الختاميه اتكلمنا عن مجلس الامن اتكلمنا عن الحرب اتكلمنا عن الاتفاقات التاريخيه وانها غير مقبوله واتكلمنا عن المأزق المصري نتكلم دلوقتي عن الملاحظات الرئيسيه على صد النهضه واول ملاحظه ان ما فيش خبير نائي في العالم في المائة سنة الأخيرة كان دارس موضوع المياه في أفريقيا إلا وتوقع ما, توقع ما بيحدث الآن أن أفريقيا في يوم من الأيام هتحصل مشكلة على المياه وهتحصل مشكلة وأن الحصص التاريخية لمصر استحالة تمر الأبد هقول لكم كذا حاجة سنة 1961 يعني من 60 سنة توقعت وثيقة بريطانية مأزق مصر الحالي إذا حاولت إثيوبيا بناء سد على النيل الأزرق، وقالت إن ده أو تحويل مجرى النيل الأزرق بعيداً عن مجرى وادي النيل، يبقى كان متوقعين كده وكان قالوا ان هيحصل مأزق هذا المأزق قادم لا محاله المكتب الامريكي لاستصلاح الاراضي في دراسه عملها من سنه 1958 الى 1963 قال ايه لا يوجد حل لمصر الا التنميه الرشيده المتكامله لمياه النيل مع اثيوبيا بين مصر واثيوبيا وده اللي انا طرحته كتير لا يوجد حل الا التنميه الرشيدة المتكاملة بين مصر وأثيوبيا ودول حوض النيل من أجل تعظيم المصالح وتعظيم وتقليل الفاقد وتعظيم المصالح المائيه وتعظيم الوفره المائيه والاستفاده منهم كلهم. ده من سنه 58 اهو. طيب وثيقه للخارجيه البريطانيه اخرى آه تم الافراج عنها 1996 توصلت لنتيجه ايه الخارجيه البريطانيه قالت ايه سنه الخارجيه البريطانيه سوري الخارجيه البريطانيه قالت ايه سنه 1990؟ ان سني اثيوبيا عن عن تنفيذ مشروعات قد تضر بمصر. هدف على مصر ان تدرك ان تحقيقه غير واقعي، <applause> ان ان مصر تثني اثيوبيا عن مشروعات قد تضر مصر هو هدف غير واقعي، زي ما قالت الوثيقه البريطانيه. في سنه 1900 ودول البريطانيين هم اللي عارفين تاريخ النيل بكل شيء، هم اللي وقعوا اتفاقيات وهم اللي عارفين كل حاجه، وعارفين ان الموقف ده كان هيجي وعارفين ان ده مأزق، وعارفين ان مصر مش هتقدر تتصرف الا في حدود محدوده جدا جدا. سنة 1992 في كلمة الدكتور بطرس بطرس غالي اثناء تنصيبه امام الامم المتحدة قال ايه؟ قال جزء من اللي قاله ان النزاع القادم في الشرق الاوسط سيكون حول المياه وستصبح قطرة المياه اغلى من قطرة البترول. طبعا. طبعا النزاع القادم هو من الان وصاعدا هو النزاع على المياه. فماذا فعلت مصر لمواجهة ان كل خبراء العالم تحدثوا وقالوا إن في مأزق هيجي وقت ما في السبعين سنة الأخيرة هذه التنبؤات ماذا فعلت مصر في السبعين سنة الأخيرة لإنها تواجه هذه التحديات اللي كانت مؤكدة في ضمير الباحثين المستقلين عملت مصر استراتيجية واحدة في خلال 70 سنة منع بناء السدود هي الاستراتيجية المصرية الوحيدة فيما يتعلق بالنيل منع بناء السدود وبعد كده استراتيجية ثانية ان هم نحاول نفكك اثيوبيا، عبد الناصر ساعد اريتريا من من سنة 56 لما حد انفصلت اريتريا، في عهد السادات ساعد الصومال ضد اثيوبيا، وبعد كده في عهد مبارك ساعدوا الاورومو عشان عشان تتفكك اثيوبيا، ولحد الان مستمرين في هذا الوضع، ده السلوك الثاني، امتدت هذا الخيال إلى ان نحتل اثيوبيا، تحتل إثيوبيا. اللي بيطرحوه حاليا، نحتل اثيوبيا أو ناخد الارض بتاعت سد النهضه ده دي ارض مره يقولوا ارض سودانيه ومره يقولوا احنا ملكيتنا هي ملكيه مصر تملك هذه الارض، كل هذه خيال لن يوصل الى نتائج، لن يوصل الى نتائج. هذا التفكير لن يوصل الى نتائج، كما قلت انه لا يوجد في ضمير اي باحث يحرص على مصر ويحرص على الدول حوض النيل ويحرص على افريقيا الا التعاون المشترك من اجل تنميه المياه والحفاظ وتعظيم الموارد المائيه لكي يستفيد منها الجميع لا يوجد ثاني حل تاني الحل الحلول التانيه ما مش هتؤدي الى نتائج كمان النقطه التانيه اللي بيفكروا فيها في مصر هو التفكير بالتمني التفكير بالتمني ايام الوثيقه البريطانيه اللي صدرت في الستينات 61 بتقول ان عبد الناصر كان يتوقع تفكك اثيوبيا بعد بعد فتره هيلسلاسي يعني كان متوقع إنها تنتهي أثيوبيا وتتفكك ده الكلام ده من كام سنة دلوقتي من ستين سنة ما تفككتش أثيوبيا كما يتصورون ودلوقتي لحد الآن هم الحلم بتاعهم إن هو تتفكك أثيوبيا أثيوبيا تتفكك يا أبي أحمد بيدخلوا نفسهم في حاجات المفروض مش من المفروض ما يفكروش فيها أساسا يعني تفكك الدول ده حاجه خطيره جدا، العالم كله حريص على بقاء اثيوبيا، الولايات المتحده قريت دراسات كثيره ان يقولوا لو تفككت اثيوبيا ستكون هو اكبر انهيار لدوله في العصر الحديث، والولايات المتحده الامريكيه حريصه على عدم تفكك اثيوبيا عشان كده تدخلت امريكا وتدخلت الاتحاد الاوروبي لادانه ما يجري في التجري من القوات الفدراليه لان مش عاوزين تتفكك اثيوبيا لان ده حاجه خطيره الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي طبعا اهم ثلاث دول قائم عليها مش مصر أهم ثلاث دول قائم عليها الاتحاد الافريقي هي جنوب افريقيا ونيجيريا واثيوبيا مصر بعيدة عن 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 افريقيا منذ السادات واوراق اللعبه في يد امريكا والتجاهل والاستعلاء على افريقيا بدا من ايام السادات وتكرس في عهد مبارك للاسف الشديد، مصر ما تعتبرش عمود في الاتحاد الافريقي، الاعمده الثلاثه دول هم، وبالتالي الاتحاد الافريقي ايضا حريص على انها ما تتفككش، أما نفكر احنا في اثيوبيا تتفكك، كل ده تفكير بالتمني، له 60 سنه شغال، ولدرجه ان دلوقتي بيفكروا في سقوط السد، يسقط السد وواحد علي جمعه السد يتزحزح باذن الله وتتفكك الارض تحتيه والارض رخوه حتى علي جمعه مفت مصر بيتنبا دينيا ان السد سيسقط من من التفكير بالتمني ان تسقط اثيوبيا كلها الى التفكير بالتمني الى سقوط السد والمزيد بقى من التفكير بالتمني ونظريات المؤامره هل هل هذا حل هل هذا حل لازمه حاليه طاحنه؟ كل هذا التمن التفكير بالتمني سيؤدي الى التخبط ومزيد من العداء، والطرف الاطراف الاخرى في افريقيا ستاخذ هذا على انه عداء صريحا لاثيوبيا والاتحاد الافريقي. ملاحظه ثانيه رغم كل الصخب الاعلامي لا يوجد حوار حقيقي في مصر حول سنة. لا يوجد حوار حقيقي في مصر حول صيدنايا طوع القائد اسمعوا القائد الجيش نثق فيه الكلام ده كانوا بيقولوه قبل سنه 67 نثق فيه ما حدش يتكلم الثقه في القائد وكانت ثقه عاليه جدا في القائد وفي الجيش قبل سنه 67 عشان كده كانت الصدمه المصريه كبيره جدا العوده للثقه العمياء هذا لابد ان يكون هناك حوارا مجتمعيا حقيقيا حد نعرف احنا اي حاجه اي وثيقه اترجمت بالعربيه واتقالت سوى ما يريد ان يسربه اجهزه الامن عبر الاعلام الموجه؟ ما نعرفش حاجه. هل ترجموا مثلا الـ الـ الاتفاقيه الاطارية اللي كانت ترامب عاملها مجموعه ترامب عاملها ورفضت توقع عليها امتنعت السودان ومصر بس اللي وقعتها ورفضت اثيوبيا توقعها. فيها طبعا طلعوا سربوا جزء منها ان هو مصر وافقت على الحصص الملء زي ما تريد اثيوبيا بس ما قالوا الوثيقه الثانيه على العكس كانت على الاقل هتبقى مفيده للناس تعرف ايه اللي حصل وليه رفضتها اثيوبيا يعني كل الصخب الاعلامي ما فيش اي حوار حقيقي في مصر اي حوار حقيقي في مصر حول سد النهضه وده بيخلي بيحمل النظام رغم ان الزباط اللي بيقودوا هذا الشوشره الاعلاميه بالعكس بينعكس على النظام بترفع السقف جدا جدا وفي الاخر خالص بتحبط الناس وبتبقى صوره النظام ستتراجع قدام الشعب. كمان انا في نقطه مهمه جدا 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 من حق مصر فعلا ان تحصل على اتفاق واضح وملزم بالنسبه للمستقبل ولكن هذا الاتفاق الواضح والملزم هل مصر عايزاه شامل؟ يعني يشمل الحصص؟ يبقى هتقدم تنازلات، ده بالعكس الافضل في رايي انا الشخصي لا تق... لا هذا الاتفاق ما 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 يشملش نظام الحصص، لسبب بسيط ان بعد هتستمر الحصص 55 ونص، لكن لو هي دلوقتي كما قالت اثيوبيا مؤخرا اذا عاوزين توقعوا اتفاق ملزم مرحلي مؤقت فيما يتعلق بالملء والتشغيل انا مستعده ولكن فيما يتعلق بالحصص لابد ان تجتمع دول حوض النيل كلها ما تقدرش اثيوبيا توقع بناء بالنيابه عن دول حوض النيل كلها ما تقدرش اثيوبيا تلغي اتفاقيه عن تيبي فبالافضل ان يتوقع اتفاق فعلا ملزم فيما يتعلق بالمسائل زي الملء زي التشغيل دي من حقها من حق مصر إنها 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 ان يكون في اتفاق ولكنها اذا وسعت الاتفاق ستخسر لانها ستضطر ان في الاتفاق ده ان ان تجعل نظام الحصص يتلغي رسميا في الاتفاق وما نعرفش هيقرروا حصه ايه ما نعرفش هيقرروا حصه ايه يبقى هما المسائل مسائل فترات الجفاف دي من حق مصر مسائل سنوات الملء وبالمناسبه سنوات الملء كانت في الاول ما طروحه 93 وافقت اسيوبيا 7 سنين انا في تقديري مش هتكون اقل من 10 سنين يعني دي مساله مساله بسيطه جدا احنا بنتكلم على مسائل اهم بقى 100 سنه لقدام و200 سنه لقدام ها يعني ما فيش مشكله انهم يتفقوا على على المال ده واعتقد ان الاثيوبيين بضغوط دوليه يعني من اصدقاء مشتركين قبلوا بعض فكره الاتفاق ملزم مرحليا يعني ما فيش اي مشكله في كده كمان أنا بختلف تماما مع اللي بيتكلموا عن الاعلان الاطاري بتاع المبادئ هو الكارثه، اطلاقا اطلاقا هذا هذه مسأله، صد النهضه ده الدراسات بتاعته اكتملت وقبل و... قبل ثوره 2011 في شهر 10 كل شيء اكتمل في شهر 10 والشركات والتعاقدات وكل شيء الدراسات كلها واتفاق و... 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 على بدء التنفيذ تم سنه 2010 في ايام مبارك في ايام مبارك، فبالذات بيتكلموا عن اعلان المبادئ سنه 2015 هو السبب، لا لا اعلان المبادئ كان هيمنع بناء سد النهضه لما توقعش كان هيتبنى هيتبنى السد، ولا الغاء الاعلان ولا الغاء الاعلان دلوقتي هيفيد في شيء بل بالعكس هيعتبر اعلان حرب على اثيوبيا، هي, هيفكر الناس هناك ان ده مقدمه لاعلان الحرب ومش ومن ثم الاصرار على ان اعلان الاتفاق 2015 هنا كان اتفاقا كارثيا انا مش مع كده وقريته كذا مره مش مع هذه النظريه على الاطلاق بل كل من يقولون بذلك هم في تقديرهم نكايه في السيسي ليس اكثر. هناك ايضا مبالغه شديده جدا في الاثار السلبيه على سد النهضه لسد النهضه على مصر، في مبالغه شديده جدا ممكن تكون هناك اثار سلبيه في المستقبل ولكن في الاثار السلبيه اذا اساءت اثيوبيا كان عندها نيه نيه الاساءه لمصر، لكن اذا بالوضع الحالي وان البحيره هتتملي بتاعت بعد كده الميه هتيجي هتتكب تاني هتروح تاني لمصر والسودان ما فيش مشكله في كده، ما مشكله في كده، يبقى الاثار هتكون عند الحد الادنى والاثار كلها هتكون في فتره المال لكن اذا لم تكن هناك تعاون لبقاء تدفق النيل وتعاون مع اثيوبيا بشكل ودي هنا فقط ممكن أن تضر أثيوبيا مصر، هنا فقط ممكن تضر أثيوبيا، لكن بالآثار السلبية لسد النهضة نفسه مبالغ فيها جدا، لكن ممكن تكون الآثار السيئة التفكير ممكن اللي يكون من أثيوبيا قد إذا إذا بقت في حالة عداء بين مصر وأثيوبيا، نعم ممكن تضر أثيوبيا مصر في المصر. لأن هي منبع النيل النيل الأزرق، فبالتالي وبالتالي اما الكلام تحميل السد هو كل شيء انا في تقديري في مبالغه كبيره جدا في هذا الموضوع حتى الدراسه اللي عملها الدكتور عصام حجي وبازل فيها مجهود وجامعه كاليفورنيا طبعا دراسه قايمه على ثلاث سنين ومبالغ جدا جدا في الاثار اللي فيها وده تجاوزتها الواقع تجاوزها اساسا ثلاث سنين ده حاجه كانت مطروحه في البدايه خالص الواقع تجاوزها بكثير جدا 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 وانا استمعت ليه واستمعت للقاء في الجزيره وأريد بعض نقاط رئيسيه عن الدراسه هي مبالغه فيها مبالغه جدا فيها نيجي كمان لمسلسل النهضه المقارنه بين الرؤساء الثلاثه او الاربعه عبد الناصر يعني لو الاخوان الاخوان انا ما بعتبرهمش فتره بسيطه وكانت مصر كلها قامت عليهم لكن بالنسبه ل فيما يتعلق ب عبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي. انا بعتبر الاثنين كانوا كارثيين فيما يتعلق بالعلاقه مع اثيوبيا، هو السادات تحديدا ومبارك. السادات ومبارك كان في تعالي رهيب جدا، كانوا مهملين افريقيا كلها، كانوا متعالين على افريقيا، مبارك بعد 95 بعد محاوله الاغتيال اصبح يعادي تقريبا اثيوبيا، هم هم دمروا تقريبا العلاقه بين مصر واثيوبيا هما الرئيسين الرئيسين اللي هم السادات ومبارك اما السيسي ففي تقديري دخل ورث ميراث صعب جدا ملف صعب جدا وفي السنوات الاخيره بذل محاولات معقوله جدا وفي الفتره الاخيره تحديدا بعد ما ظهرت سد النهضه بيعمل محاولات جيده مع دول حوض النيل لعوده مصر بشكل ما الى دول حوض النيل وبالتالي الكارثيين الكارثيين حقيقه كانوا السادات ومبارك نيجي بقى لنقطة تانية أسخف من السخف هي العقليات إن توظيف توظيف بقى الديني لمسألة سد النهضة يطلع بيان شيخ الأزهر يرد عليه كله أقول لكم حاجة كله مسلمين في مسلمين تقريبا إلا تسخير البابا تدروس وأندرية زكي من جانب القبط المسيحي هنا لأنه دول تابعين للدولة وبياخدوا سكريبت زيهم زي زي الإعلاميين يعني فبالتالي استثني المسيحيين في مصر لانهم تابعين القاده قاده الدينيين المسيحيين في مصر تابعين لكن الجدل الحقيقي كان بين شيخ الازهر ومفتي استراليا عمر ادريس وعباس شومان والمفتي وعلي جمعه والكلام ده ومن من النجاشي الى ابرهه سد سد ابرهه بيسموه سد ابرهه وكلام بقى ديني توظيف ديني سخيف لمسائل سياسية ومسائل وجودية وحياتية وسياسية أساسا وعبر التفاوض وعبر القانون الدولي زي كل شيء يوظفوه دينيا يوظفوه دينيا ما يؤسفني كذلك أن وزارة الخارجية المصرية في السبعين سنة الأخيرة هي وزارة فلسطين وليس وزارة مصر هي وزارة فلسطين وزارة شؤون فلسطين مين الاهم المصري؟ النيل مصدر الحياة ولا فلسطين وغزة وحماس ومش عارف ايه الوزارة الخارجية كما يقول اصدقائي هي وزارة خارجية فلسطين وليست خارجية مصر في اخر سبعين سنة كل شيء يعني مرة هيك الكتب مقالة قال اهم ملفين يهتم المفروض ان رئيس الجمهورية هو كل شيء تبقى في مركز عليهم في مصر النيل والوحدة الوطنية وكلاهما <applause> احنا شايفين عملوا في النيل ايه وعملوا في الوحده الوطنيه هو إيه. شايفين فلسطين ومش عارفه ايه وفلسطين وغزه والاسلام والاقصى واقصى والكلام ده حتى حولوا كل شيء مسخر لفلسطين وليس مسخر لحياه المصريين وهو النيل وكده كده اهملوا افريقيا وعادوا اسيوبيا وصلوا الى هذه الى هذا الانحدار في نقطة تانية يهمني أقولها إن خطاب الحكومة المصرية في موضوع سد النهضة فعلا نشط دوليا وعملوا مجهود كبير جدا جدا ولكنه قليل المصداقية قليل يعني من 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 60 سنة قالت الوثيقة البريطانية أن رؤية رؤية جمال عبد الناصر لنهر النيل وأثيوبيا وفيما تعلق هي رؤية غامضة وغير واضحة مش واضح فيها وحاليا ما يطرحوه يعني الناس مصر عايزه ايه في النهايه تلف الدور انها كانتش عايزه تبنى السد احنا فلت مننا السد ده واتبنى، طب ده منطق وحتى لما قالوا ان احنا ما, هي منع ما, 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 ما عندناش مشكله في بناء السد محدش مقتنع بالكلام اللي بيقوله حدش مقتنع بالكلام اللي بيقوله لان طول الوقت في اعلامهم بيقولوا ان احنا مشكلتنا الاساسيه ان بنينا حتى الرئيس السيسي نفسه قال لولا ثوره 2011 ما كانش اتبنى السد يعني المسائل كلها احنا كنا عاوزين نمنع بناء السدود فالمنطق المصري اللي على المستوى الدولي غير واضح غامض زي ما قالت وثيقة على عبد الناصر من ستين سنة هو ايضا غامض وغير واضح وقليل المصداقية انتوا عاوزين ايه تلاقيه قليل المصداقية ده, ده رغم انه نشط جدا ونشطه جدا في السنتين الاخرين الدبلوماسية المصرية نشطت جدا ولكن كما قلت نفس الغموض نفس نفس قلة المصداقية في نقطة تانية بيتكلموا عليها وفي إعلان المبادئ وفي اتفاقات عن تيب وفي كل حاجة وفي اتفاقات كتيرة. الاستخدام المنصف والعادل للمياه وعدم الإضرار بالأطراف الأخرى. طب ماذا لو كان الاستخدام المنصف والعادل؟ ماذا لو كانت العدالة هتضرك؟ ماذا لو كانت العدالة هتضرك؟ هي دي المشكلة. إن ما فكرناش فيها في مصر بشكل واضح. موضوع تاني يصير كمان هو موضوع إسرائيل. طبعا ردت اسرائيل من سنه قالت ان ممكن تكون دوله احنا ما لناش دعوه ممكن تكون دوله ثالثه هي اللي هي اللي حمت منظومه سد النهضه بمنظومه دفاع وطلعت السفاره الاسرائيليه في القاهره بيان قالت ان احنا ليس لنا علاقه نهائيا بهذا الموضوع ولكن انا اقول ممكن يكون لهم علاقه اسرائيل بتبيع اسلحه وتبيع برامج تجسس وتبيع للدنيا كلها وتبيع لهم اسلحه ممكن تكون بعت لهم اسلحه ف... ما عنديش انا ما اقدرش اقول ان اسرائيل ما باعتش، لا ممكن تكون باعت وممكن تكون منظومات عسكريه فعلا وممكن ساعدت في التدريب كل شيء هذا يعني النفي الاسرائيلي بالنسبه لي انا لا أنا لا اؤكد ولا انفي لكن بالنسبه لي غير مقنع لان اسرائيل بتبيع لاي حد عاوز يشتري اسلحه. أه يعني نقطة أخيرة أن أثيوبيا في, في, في آخر يومين قالت أنها مستعدة لتوقيع اتفاق مرحلي ملزم حول ملء اتفاق مرحلي ملزم حول ملء السد في مع الجانب المصري ولكن التف... الحصص ستكون بالاتفاق مع دول حوض النيل مجتمعة أنا عاوز أختم في هذا الموضوع عاوز أختم أدينا شفنا شفنا السلوك المصري تاريخياً الرؤية المصرية للحقوق التاريخية ورأي العالم فيها ايه؟ الحرب وكارثيتها، الـ الاعلام المصري وكارثيته، المطبلين والمعارضين وهم اهدافهم ايه؟ مش الأهداف، مش اهداف لصالح المصري شفنا المأزق التاريخي، شفنا ان العالم كله خبراء العالم كله كانوا بيتوقعوا هذا اللي هيحصل دلوقتي، واحنا لما تجا... عملنا حاجات خطأ ليه لأن احنا نستعد لهذه الأخطار اللي كانت مستقبليه عملت مصر حاجات خطأ وبالتالي وصلنا لهذا نيجي للختام لابد من الاعتراف ان مصر فشلت خلال عقود في بناء تعاون حقيقي مع دول حوض النيل وفشلت منذ عهد السادات في التواصل مع افريقيا وفشلت مصر في تدويل قضيه سد النهضه وفقا لرؤيتها ولكنها بذلت مجهودا كبيرا في المسأله دوليا ولا طريق امام مصر سوى مواصله التفاوض والحصول على اتفاق ملزم فيما يتعلق بملء السد وتشغيله مع استبعاد مساله الحصص مؤقتا. على ان يشمل هذا الاتفاق وده هذا مهم مصر لازم تحط هذه النقطه مهمه جدا 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 اهم من ملء السد اللي انا شايفه هيملأ على 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 سنوات مريحه وخاصه الفيضان في السنوات اللي فاتت زياده. فبالتالي إذا استمر هذا هطول الأمطار بهذه المعدل في السنوات اللي جايه فيش هتكون أي مشكله خالص، لكن الحاجه المهمه إن يكون في أي اتفاق بس حصة ما تقدرش كما قلت إن مصر تفرضها، لكن المهم إن دول حوض النيل تتفق على عدم بيع المياه، تحريم بيع المياه نهائياً لأنها تساوي حياه للجميع ولأن احتياجات التنميه والحياه في دول حوض النيل محتاجة هذا الموضوع ينموا الموارد المائية يوف... يزودوا الوفرة يقللوا البخر يبنوا سدود يتعاونوا مع بعض يكتروا يزيد الوفرة المائية يقسموها مع بعض بأي طريقة لكن بيع لا بيع ده حاجة خطيرة جدا هتدخل بقى في تسليع المية تسليع المية كل دولة لها شوية ماية هتطمع في بيعهم وتقول لك ده هيجيب لي فلوس زي البترول دي المسألة المفروض تبقى موجودة في أي اتفاق ملزم رغم كل الصخب انا متفائل بان هذا بان حصه مصر ستستمر 55 ونص في السنوات القادمه وان بدون مساس ولكن في الاجل الطويل ستكون في مشكله طبعا لابد ان مصر ان تحسب حسابات المستقبل من الان ان حصتها في المياه 55 ونص لن تستمر طويلا ممكن بعد خمس سنين ممكن بعد عشر سنين ممكن بعد عشرين سنه لكن ستنقص هذه الحصه مؤكد كل الدنيا كلها تؤكد وعلى مصر ان تحسب حساباتها من الان تشوف بقى تعظيم موارد اخرى تعظيم اي شيء وهم بيعملوا حاجات بالفعل كويسه دلوقتي لكن المهم مش الحاجات الكويسه داخليا فيما يتعلق بترشيد المياه وب... وبدائل للمياه وبدائل لمياه النيل ده حاجات كويسه لكن مش هتوفر كتير قوي الاهم انها تتعاون مع دول حوض النيل لتنميه الموارد المائيه وتوزيعها على على جميع الاطراف وفقا لاتفاقيات واستثمارات مشتركه هو ده الطريق. اتمنى ان تخرج مصر من هذه الازمه باقل قدر من الخسائر كما قلت. اتمنى السلام للجميع، اتمنى ان يصلوا الى توافق كومبروميز يعني توافق يرضي الجميع بدرجه او باخرى ويغلق هذه المساله الحاده وان يبتعدوا تماما عن التفكير السرير وعن التفكير في الحرب. هذا هو الخطر الكبير انهم يفكروا في حروب وخراب ودمار وتدمير لمصر قبل ما يكونوا هيدمروا دول اخرى اشكركم والقاكم في حلقه مع اخرى مع مجدي خليل شكرا لكم